موسى مرحبا بك. لو تفسر لنا بسرعة أسباب الاعتصام. هذا الاعتصام دايرين الشباب اللي عندهم المصابين والجرحى اللي موجودين في تونس، نبغوا الناشط والمسؤولين الموجودين في ليبيا أمانة الصحة، أمانة وزير الصحة، المجلس الانتقالي، أي حد عنده علاقة بالموضوع نتمنوا أنه هو يوقف معنا ويعاون الجرحان الموجودين في المستشفيات، المستشفيات الأخرى اللي حالتهم صعبة، ويبغوا التحويل لمستشفيات يعني متقدمة أكثر. لا مش ليبيا يعني متقدمة أكثر، ونتمنى من الناس كلها تتعاون معنا، من بواش تكون من جهه واحده ومن مجموعه واحده، يعني افراد الشعب. سامحني، جرحى وضعيتهم صعبه في المستشفيات الخصوصيه، في ناس وضعيتهم صعبه وعندهم يعني جروح صعبه، يحتاجوا ان هم يبقوا العلاج في الخارج، لكن في شويه تقصير وفي شويه اهمال في الموضوع هذا. فاحنا ما تصميم هنا في راس جدير، احنا الشباب كنا مخلطين من طرابلس، من غازي، من مصراته، من زواره، دايرين هالاعتصام باش نسمع الكلمه اليوم. ثم التجاوب من المسؤولين الليبيين ولا؟ والله ان شاء الله يعني في نتائج ايجابيه ان شاء الله. قداش عندكم بديتوا اليوم؟ والله بدينا اول امس الاعتصام. ثم وعود يعني؟ والله سمعنا الوعود كلها، سمعنا ان في وعود وفي تقارير طبيه. شكون اللي شكل اللجنه؟ اسمح يحاولوا يديروا اللي يقدروا عليه، لكن في حاجات فوق من امكانياتهم هم وفوق من مقدراتهم هم. فيعني الدوار هادو المصابين الموجودين في المستشفيات هم الدوار اللي خلونا نتنفسوا الحريه، واقفين على ارض ليبيه، واقفين على العلم، رافعين على العلم الاستقلال فوق، ونديروا اعتصام بطريقه ديمقراطيه وحضاريه، ونتمنوا ان يكون ليه ردود ايجابيه ان شاء الله. شكرا